بشرف هذه الآلات الرمال ونقلها بواسطة هذه الشاحنات، بدأت بلدية توجنين برنامج فك العزلة الخاص بتدعيم عدد من شوارع الأحياء الهشة بالبلدية الواقعة بولاية نواكشوط الشمالية. عمدة البلدية الذي أشرف على العملية أكد أنها تسعى للحد من الوضعية الصعبة للساكنة خصوصا في مناطق التوسعة الجديدة نتيجة غياب الطرق عن أغلب أحيائها. للوضعية الصعبة التي تعانيها أحياء عديدة من بلدية توجنين بسبب وضعية العزلة خاصة في المناطق الجديدة، مناطق التوسع الجديد. نعرف بأن بلدية توجنين ومقاطعة توجنين شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا، وهنالك مناطق عديدة من هذه البلدية ما تزال معزولة ويلاحظ نقص كبير في الطرق سواء الطرق المستفلتة أو الطرق المدعمة. سكان الحي العسكري المستفيد من برنامج فك العزلة هذا العام ثمنوا الخطوة، فمن خلالها سيستفيدون من الخدمات الأساسية للحياة التي كانوا يجدون صعوبة في توفيرها بل وينعدم بعضها. على هذا التدخل والعناية اللي عاطية لهذه الحي، لهذا الحي اللي كان مهمش، وهذا الشارع مهم، فك العزلة عن هذه المنطقة الصعبة كانت مليئة بالرمال. وقار فينا من مولان، كنا عطاش والمريض إلى ورجع ما يرى حد، ما هباس يرفدوا لا يرى شيء ينقلوا، وهذا زين عندنا، حتى زين عندنا قبال حتى. ويأتي تدعيم بعض الشوارع وفق بلدية توجنين في إطار برنامجها الاجتماعي السنوي الخاص بالأحياء الأكثر هشاشة وتلبية بعض حاجياتها الضرورية في مجال فك العزلة عن بعض الأحياء الطرفية رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لدى البلدية.